حققنا الرباعية دلوقتي، بس احنا برضه هنتطلع للخماسية. مبروك للأهلي مرة تانية، كل يوم بطولة، كل يوم كاس، زي ما احنا بنقول فوز عظيم جدا، كاس السوبر الإفريقي للمرة السابعة بعد غياب برضه 7 سنين. وبنتكلم 2-0، مباراة كانت جميلة، مباراة كانت قوية، الشوط الثاني يمكن كان أفضل شوية، ولكن لقب يعني نقدر نقول كده عزز بيه الأهلي رصيده من الألقاب تحديدا القارية. ليه؟ احنا بنتكلم الرقم 22، دي المرة السابعة في مرات التتويج بالسوبر، وبفارق هنا هنتكلم لو لغة أرقام بقى 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني. فمرة تانية مبروك لكل الأهلاوية، حاجة بجد كانت جميلة. وامبارح يعني هنتكلم في التفاصيل اللي شفناها والكواليس والمشاهد المحترمة طبعا على مدار الحلقة، لأن لازم ما ينفعش نعديها كده طبعا. وبعدين احنا يعني كل شوية تقريبا ما فيش أسبوع بيعدي غير بقول لحضراتكم مبروك لسبب ما، بطولة ما، في رياضة ما، اللعيبة اللي لابسين تيشيرت النادي الأهلي فازوا بيها وتوجوا بدرعها. الحقيقه يعني النادي الاهلي كما هي عادته دايما معودنا على ان احنا نفرح بكل الانجازات وتقدمه الدائم، وزي ما قلت الاهلي يعني رفع رصيده بالفعل من الالقاب في الفتره الاخيره لحوالي يعني 22 لقب ما بين محلي وقاري، فطبعا حاجه محترمه جدا، يعتبر ده اكثر الانديه الافريقيه تتويجا وثاني انديه العالم حصدا للبطولات القاريه، بالتالي اصبح لا يسبقه سوى نادي ريال مدريد الاسباني صاحب المركز الاول. زي ما بنقول دايما احنا دايما مع النادي الاهلي فخورين جدا، سعداء جدا بانجازات هذا الفريق، وان شاء الله المزيد من التتويجات والمزيد من النجاحات الفتره الجايه ان شاء الله. بص يعني خلينا بقى نروح للارقام شويه، يعني اللي بيحصل ده بقى او اللي حصل ده معناه ايه؟ معناه هنا بالارقام ان الاهلي قطع خلينا نقول خطوه كبيره جدا في رحله استعاده لقبه السابع زي ما قلنا كاكثر انديه العالم تتويجا بالبطولات القاريه. اللي انتزعه في وقت سابق من فريق اي سي ميلان الايطالي كان برصيد 20 لقب قاري، ده قبل ما ينجح ريال مدريد في انتزاع اللقب ده تقريبا من كام سنه. ده بعد بقى ما الاهلي بنتكلم نجح في حصد لقب دوري ابطال افريقيا ده في نوفمبر اللي فات، وعزز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد هنا 9 ألقاب. يعني الألقاب خلينا نقول بتزيد، ودولاب البطولات بيفتح بابه كل مرة عشان يستقبل بطولة وإنجاز جديد. مبروك علينا مرة تانية، وأنا مبسوطة إن الكاس معانا جدا، هفضل أقول ده على مدار الحلقة. منور بس الاستوديو، منور المنطقة كلها.